أهلا بحضراتكم. كل فترة بنشوف وبنتابع توجيهات رئاسية بدعم قطاع مهم جدا بيعتبر العمود الفقري لمحور مهم جدا برضو في محاور التنمية وهو الصناعة. القطاع هو قطاع الصناعات التقيلة. النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، ده فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية. الاجتماع كمان شهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة. تعالوا حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر عن الاجتماع ده وعن توجيه السيد الرئيس بدعم قطاع الصناعات الثقيلة في إطار دعم محور الصناعة مع ضيفنا النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك معنا. أهلا يا أستاذ يوسف. دايما بنسمع السيد الرئيس بيوجه بدعم قطاع الصناعات الثقيلة لأسباب كتير. رأي حضرتك في أو متابعتك للاجتماع النهاردة وأهم ما دار فيه؟ وطبعا انت عارف ان مصر وقعت في اتفاقية بريكس، وده لتخفيف الاعباء على العملة بتاعت الدولار، وده انا بطبعه دي خطوة كويسة جدا وفرصة كويسة جدا للصناعة في المستقبل لتوفير مواد الخام وزيادة التبادل التجاري بين الدول اللي هي بتاعت بريكس. وفي نفس الوقت عشان نملك الضغط على الدولار لازم نبتدي نعتمد على التصنيع المحلي، بيعتمد على المواد الخام المصرية بحيث نقلل الجاب ما بين الصادرات وبين الواردات. ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي كان سيادة الرئيس كان أوصى بيها إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية عشان تبتدي تعمل دراسات وأبحاث على المواد الخام اللي موجودة في مصر وكمياتها، بحيث نعتمد على مواد الخام المصرية في التصنيع في الصناعات التقيلة، أما نعرف الداتابيز الخاصة بها ونقلل الفجوة الاقتصادية. وده طبعا أنا أعتبر دي خطوة كويسة إنه مصر في طريقها إن هي تبقى يعني دولة صناعية كبرى، وذلك من خلال الاعتماد الكلي على المواد الخام المصرية في الصناعات الاستراتيجية. الحقيقة مصر مليانة خامات طبيعية كتير جدا، لكن احنا محتاجين تحديث لهذه الثروة المعدنية والمناجم المصرية عشان نقدر نشوف ايه الحاجات اللي نقدر نستخدمها وبنستوردها من بره مصنعة على الرغم ان المواد الخام موجودة في مصر. زي مثلا موضوع السوداش اللي السيد الرئيس اوصى المشروع ده يتعمل، ان احنا مساوي السوداش دي اللي بتخش في صناعات كتيرة مكملة في حين ان احنا نقدر نصنعها في مصر. واعتقد ان دوله رئيس الوزراء قد قرارات تنفيذيه بتنفيذ هذا القرار. بس احنا بيهمنا حاجتين، مراعاه التكلفه بتاعه التنفيذ مقارنه بالاسعار العالميه. بمعنى حضرتك ان سواء هيقوم الكلام ده مستثمر او الدوله مع مستثمرين، لابد ان يبقى المنتج بتاعي منافس عالميا بحيث ان ما يبقاش سعر الاستيراد ارخص من سعر الانتاج المحلي. دي نقطه مهمه جدا سياده النائب، وطالما حضرتك ربطت الموضوع بانضمام مصر للبريكس في يناير 2024 والاستثمار، ده هيخليني اسال حضرتك المناخ العام حاليا في مساله التصنيع المحلي والصادرات زي ما حضرتك اشرت، وان يكون المنتج المحلي بخامات محليه منافس للمنتج اللي أنا بستورده في مسألة السعر. المناخ العام حاليا وبرضو التشريعات، حضرتك رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، التشريعات اللي بتسمح بتسهيل الإجراءات للمستثمرين. هو حضرتك احنا في مجلس النواب دلوقتي بنعمل حاجة اسمها قانون الصناعة الموحد، بحيث حضرتك وتمت مناقشته في دور العقد اللي فات
وهنبتدي نشتغل فيه دور العقد الجاي، بحيث نعمل قانون يتناسب مع الجمهوريه الجديده ويتناسب مع العصر اللي احنا فيه. يعني هل حضرتك تتخيل ان القوانين الموجوده عندنا دي من الستينات والثلاثينات وتم تعديلها اكثر من 30 40 مره فبقى بيها عوار دستوري؟ فطبعا ده بيخلي ان الموظف وان المستثمر مش فاهم اليه تطبيق القانون. ايوه. فاحنا حابين نعمل قانون جديد موحد. استعنا ببعض الدول اللي نهضت صناعيا وناخد ما يتناسب معانا فيه طبقا للموارد الخاصه بالدوله المصريه. واعتقد ان القانون ده ان شاء الله ما يطلع دور العقد الجاي هيحل المشكلات العقيمه ومشكلات الروتين الخاصه بالصناعه. طيب. زائد ان احنا طالبنا بعمل دراسات ان احنا نركز على الصناعات التقيله اللي هي فيها مواد خام مصريه ونصنعها محليا عشان نقلل فاتوره الاستيراد. نماذج زي ايه مثلا سياده النائب؟ نموذج زي موضوع حضرتك السود قش، موضوع بلد الحديد، الكباسات بتاعت الادوات المنزليه. يعني حضرتك احنا بنستورد كباسات من بره من الصين حضرتك، ودي ممكن تفتحها محليا بارقام كبيره. ليه حضرتك دي والتكنولوجيا بتاعتها بسيطه؟ ليه حضرتك دي بس مش في مصر؟ هي المشكله الاساسيه حضرتك ان المستثمرين لما يجوا يعملوا صناعه على الخام المصريه هنا بيلاقي ان تكلفته في الانتاج اغلى من الاستيراد. فعشان كده لازم احنا نستغل يعني دعم فخامه الرئيس للصناعه ونبتدي ندي تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين سواء هتقوم بها الدوله او بشراكه مع القطاع الخاص او القطاع او القطاع العام بحيث انه يقدر ينافس عالميا. انا ما بتكلمش من حيث الجوده تبقى واحده. لكن انا بنافس، انا بتكلم بالنسبه للاسعار المنافسه للدول المنافسه حوالينا. تمام. دي نقطه مهمه جدا عشان المسيره دي تبتدي سنها. لان انت عارف حضرتك دلوقتي المنافسه بقت شرسه جدا في الصناعه بالذات على مستوى دول العالم، وكل الدول بتتسابق لعمل صناعه محليه والاعتماد على التصنيع المحلي، فبتتسابق في ان هي تدي حافز استثمار، تدي تشجيع للمستثمرين، وخاصه لو هي عندها الماده الخام ولا تصنع في بلدها. طيب انا هسال سؤال سياده النائب اعتبره من مستثمر، ايه دور الحكومات بوجه عام في دعم القطاع الخاص في صناعات زي الصناعات الثقيله اللي احنا بنتكلم عنها؟ دور يا فندم، دور الحكومات عموما لو سؤال من مستثمر خاص، ايه دور الحكومه في دعم حضرتك؟ في حاجات نقدر نشتغل فيها كويس قوي. اولا ان لما يجي المستثمر اديله الماده الخام بسعر رمزي، خصوصا ان هي لا تصنع في مصر، ودي مش هتاثر على المنافسه. يعني هو انا عايز ابين حاجتين برضه لسيادتك. اتفضل يا فندم. ما ينفعش الصناعات القائمة حاليا حضرتك اديها اي اعفاءات. ليه؟ لان لو اديت اعفاءات انا مواد الدولة محدودة. تمام؟ مظبوط. فما اقدرش حضرتك ان انا اقصر على المواد بتاعت الدولة. لكن انا بقول ايه؟ بدي اعفاءات للصناعات اللي هي غير قائمة في مصر. تمام؟ وفي نفس الوقت هتوفر لي عملة صعبة. هو ده اللي لازم نركز عليه في الفترة الجاية واديله اعفاءات. يعني انا على طول اديله المادة الخام بأجر رمزي والارض بأجر رمزي واعفيه من الجمارك بتاعت المعدات واديله حافز جادة جدا، انا الكسبان. ليه؟ لان هيوفر لي دولارات، هيوفر لي فرص عمل، وفي نفس الوقت مش هيأثر على المنافسة. يعني مفيش مصنع زيه موجود في مصر، فالمادة ده مميزات التانية يتأثر. فاهم مقصود سيادتك؟ مظبوط. يعني ما ينفعش حضرتك مثلا يكون عندك مصنع شغال واعمل مصنع جديد ادي له اعفاءات والقديم لا، كده بتقضي على المنافسه بين المصنعين. مظبوط. لكن انا بقول ان ندي اعفاءات للصناعات التي تعتمد على خامات مصريه وغير موجوده في مصر وبستوردها وتوفر لي كم كويس من الدولار. من الدولار. اعتقد ده دور لجنه زي البواطير بتاع الاجهزه المنزليه، الكباسات بتاعت التكييف سيادتك، دي حاجات كتير جدا. واحنا عندنا قدره على صنع هذا الكلام. احنا ماشيين في الطريق ده سياده النائب اكيد. احنا حضرتك ماشيين في الطريق ده اهوت، واعتقد ان يعني مع التشريعات الجديده وتحفيز سياده الرئيس والدوله للصناعه في الفتره القادمه، اعتقد ان من الممكن ان مصر تبقى من اكبر الدول الصناعيه. بس مهم جدا سرعه تنفيذ القرارات وسرعه تنفيذ توجيهات الرئيس.
جميل. مهمة جدا. تمام؟ اه. وان احنا نتاكد ان التكلفه بتاعت المشروع او المنتج بتاعنا يبقوا بنفس الاسواق العالميه، عشان ما اعملش المنتج هنا ويبقى اغلى من الاستيراد، يبقى انا ما عملتش حاجه. بالظبط. يعني اهم حاجه سرعه التلبيه لتوجيهات السيد الرئيس في دعمه لقطاع الصناعات الثقيله. سؤال اخير سياده النائب لو تسمح لي، وده للمشاهد البسيط اللي عايز يطمن، كلمه الصناعات الثقيله هي صناعات مستهلكة وممكن مردودها يجي على المدى الطويل. نفهم بس المشاهدين الجزئية دي بعد إذن حضرتك. هو حضرتك يا فندم دايما اقتصاد الدول الكبير بيبقى قائم على الصناعات الثقيلة. تمام؟ اللي هي حاجات زي صناعة الحديد، زي صناعة الأسمنت، زي صناعة الأسمدة الفوسفاتية. هي أساس كل الصناعات. هي أساس كل الصناعات. وفي حاجة اسمها الصناعات المكملة أو المغذية لهذه الصناعات، ودي بتخش تحت بند صناعات الالات والمعدات والسيارات والاجهزه المنزليه. تمام كده حضرتك؟ مظبوط. لكن الصناعات اللي هي الثقيله دي اساسها لو انا عندي الماده الخام هنا في مصر موجوده، دي هتوفر لنا مليارات من الدولارات من الخام. وده يعني هدف مهم جدا بتسعى ليه الدولة. وإن شاء الله يعني اللقاء القادم سيادة النائب نكون بنتكلم عن إنجازات حصلت بالفعل على أرض الواقع فيما يتعلق بملف قطاع الصناعات الثقيلة. سيادة النائب دلوقتي حد في إنجازات تمت على أرض الواقع، زي مثلا شبكات الطرق اللي اتعملت، تحديث الموانئ، وصلنا لحضرتك، كل ده بيخدم على الصناعة والاستثمار. مظبوط. موجود وجود بنية تحتية، وجود كهرباء، وجود يعني لا المشروعات التنمويه واضحه للجميع. مع الصناعه حركه البنيه التحتيه ده الاساس. مزبوط. وده الصعب. السهل اللي جاي هو ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، يعني الله. التنظيم واستهداف الصناعات اللي تقلل جنب بين الواردات والصادرات العمله. سياده النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك معنا على هذه المداخله. شكرا. فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نبدا مع حضراتكم فقرات التاسعه. أهلا بحضراتكم. اقترب موسم الانتخابات الرئاسية، وقبل أسابيع كانت ذكرى شهداء قسم كرداسة وعشرات من ضحايا الإرهاب. إيه الرابط ما بين الانتخابات الرئاسية وذكرى شهداء اسم كرداسة؟ الرابط هو حاجة واحدة بتقول إن في تاريخ مصر، برغم اللي قدمته مصر من شهداء على مدار تاريخها، لم يكن هناك اهتمام بأسر الشهداء إلا في عهد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الانتخابات الرئاسية وتولي الرئيس السيسي المسؤولية في 2014 كانت بداية التحرك نحو إعلاء الإرادة الشعبية وتأمين المجتمع وتثبيت أركان الدولة، مع الاقتراب من استحقاق دستوري جديد بنلاقي نفسنا مدينين بالشكر والعرفان للشهداء الأبطال وبالتقدير والمواساة لأسرهم اللي ما بيفوتوش فرصة ويأكدوا امتنانهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة اللي حفظوا سيرة أبنائهم وثأروا لدمائهم وحصروا جماعات العنف وسدوا ثغرات الإرهاب. ربما علشان كده لا يتوقف أهالي الشهداء عن تأكيد دعمهم الثابت والمستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك انحصرت رسالتهم في حاجة واحدة بس، وهي مطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. اسمحوا لنا نرحب بكل تقدير بالدكتورة نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور اسم شرطة كرداسة. مساء الخير على حضرتك يا دكتورة. مساء الخير يا فندم. بداية ومباشرة، ازاي بتشوفي دعوة أسر الشهداء للرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، واللي بيعتبر استمرار لتفويض بناء الدولة بعد القضاء على الإرهاب؟ أولا طبعا إحنا كلنا وكل شعب مصر شاف من أول 2011 لغاية وقتنا هذا، وشفنا التغيير الشامل اللي حصل بعد الفوضى الخلاقة اللي إحنا عشناها كلنا، وكمية الإرهاب اللي حصلت، والشهداء الأبطال اللي قدموا التضحية والفداء
سواء من الشرطة المصرية أو من قواتنا المسلحة. فيعني التغيير ده كله دلوقتي احنا كان بيموت لنا مثلا بمعدل كل يوم شهيدين 3 4 5، لكن الحمد لله دلوقتي لقينا الدنيا اتغيرت تماما. طبعا فخامة السيد الرئيس كان حريص جدا جدا على الفقر الدائم لأبطال الشرطة المصرية وقواتنا المسلحة. أول حاجة تطهير سيناء، العملية الشاملة اللي حصلت في سيناء ومن كل بؤر الإرهاب اللي كانت موجودة فيها. وشفنا سيناء دلوقتي بعد ما كانت مليئة بالإرهاب الغاشم، يعني شتان الفرق ما بين أرض سيناء من أول 2013 و2011 لغاية دلوقتي. يعني الحمد لله الدنيا ابتدت تهدى، سيناء ابتدت تنتعش من أول وجديد، ما بقيناش نشوف الإرهاب بشكل فظيع ومخيف. الحمد لله مصر آمنة بقيادة رئيسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل اللي عمله من أجل النهوض بنهضة مصر الغالية. وثار للشهداء أيضا. طبعا اكيد طبعا، لان احنا يعني هو كان لما كان بيشوف اي زوجة شهيد اي ابن شهيد كان بيبكي على حال الاطفال، بيبكي على حال الزوجات والامهات. يعني طبعا لانه كان متاثر جدا ان كل زوجه فقدت زوجها وهي في عمر الزهور، وكل طفل سواء اللي باباه سابه وهو صغير او اطفال اتولدت من غير الاب، وكل ام طبعا وكثره الظهر وكثره النفس بسبب فقداننا لاغلى ما كنا نملك. فيعني تمن ده غالي. كله كان شيء صعب جدا جدا. وفخامه السيد الرئيس كان دايما يعني متاثر جدا جدا باللي كان بيحصل. فكان دايما الحمد لله ان هو كان داعم لينا في كل وقت، وكان بيطبطب على جروحنا وكان بيواسينا دايما، وكان بينادي في كل مكان بيروحه ينادي بالابطال من الشرطه المصريه ومن قواتنا المسلحه. دكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا. كمان بتنضم لينا هاتفيا الأستاذة أحلام محمد والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز. أستاذة أحلام برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين والمستمعين. أهلا بحضرتك. برأيك أستاذة أحلام دعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة بتشوفيها إزاي في ظل الدعوات باستكمال مسيرة التطوير اللي بدأها الرئيس السيسي من أجل بناء الجمهورية الجديدة؟ حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له ويرضى بصحته يا رب، عمل دولة جديدة، عمل بلد جديدة، نهضة جديدة. يعني أنت عارف البلد كانت عشوائيات، البنية التحتية طبعا مرنا بقينا مدن جنب المدن، قضينا على عشوائيات، عملنا حاجات كتير. فعلا حصلت أزمة اقتصادية، يعني جت الكورونا في 19، جاء بعدها الأزمة الاقتصادية، مش معنى كده احنا نقعد في نص الطريق، لازم نكمل. وهو بيكمل طبعا، ولازم الرئيس السيسي بقول لك عمل حاجات في فتره كانت تستحق العشر سنين كانوا 40 سنه. واحنا شفنا التطور، اصبر معلش نتحمل، لان الظروف علينا العالم كله. واحنا رئيس السيسي ده احنا يعني مليون 100 مليون مصري، نقول لك كمل الف واحنا معاك، وكلنا حاسين بالازمه الاقتصاديه، ولكن هنعمل ظروف كلها كده عالميه. انا اخواتي دكاتره بره وبيعانوا لان الازمه الاقتصاديه كانت على العالم كله، فاحنا بنستحمل وبنص ونصبر. وانا بحب اقول رجال الاعمال الوقوف جنب بلدنا، ده الوقت اللي لازم نقف فيه جنب بلدنا، ده العمل الكويس اللي هيفضل لك ده الوقت انك انت تعمله لبلدك. ده الوقت احنا اللي كلنا لازم رجال اعمال والناس الكبيره والناس اللي مليارات منين؟ ما من مصر، لازم نرد الجميل لمصر، لازم نقف جنب مصر كلنا. وطبعا انا الرئيس ده الرئيس بيشتغل كل حاجه بنفسه،
انا بشوفه النهارده هنا بيرتفع، النهارده هنا في اجتماع، النهارده هنا في لقاء، الله يعينه يا اخوي. احنا زي ما حضرتك قلتي يا استاذه احلام، احنا زي ما حضرتك قلتي بالشهداء ورئيس عبد الفتاح السيسي، ده حقيقي. احنا وزي ما حضرتك قلتي احنا في وقت لازم نقف فيه جنب بلدنا. الاستاذه احلام محمد والده الشهيد النقيب محمود ابو العز، انا بشكر حضرتك جدا بكل تقدير لوجودك معانا. في سياق الحديث عن فتره الانتخابات الرئاسيه المقبله وداخلين عليها، في بيان مهم لحزب المصريين الاحرار صدر من شويه. البيان بيقول انه في ضوء الخطوات الراميه لما اعلنه حزب المصريين الاحرار من حمله حزبيه شعبيه للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسه لفتره جديده، استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامه ومجتمعيه ونخب على كافه المستويات للتعاون وتكوين هيكل حمله الحزب لدعم مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتابع الحزب عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة بيتابعوا كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرد على كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة. وشدد رئيس الحزب على أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمان بالأمن القومي للبلاد أو النيل من رموزها بأي صورة. تفاصيل أكتر عن البيان هنعرفها من خلال الكاتب الصحفي ريمون ناجي مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسي. أستاذ ريمون أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. عايزين يعني قراءة أكثر تفصيلا في بيان الحزب النهاردة. هو حضرتك أوجزت البيان في آخر جملة أن الحزب لن يدخر جهد في دعم مرشحه الرئاسي بكل سبل. دي كانت ملخص البيان كله. حزب المصريين الأحرار خد على عاتقه من 30 يونيو الماضي اتجاه بعد تصويت وإجماع داخل كل التنظيمات الحزبية باعتبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشحا رسميا عن حزب المصريين الاحرار. جميل. ده بيتاتى من التطابق الرؤيه العامه والخطوات الواثقه للسيد الرئيس في كل الاطر سواء على الصعيد الخارجي على الصعيد الاقليمي على الصعيد الداخلي مع الرؤيه العامه لحزب المصريين الاحرار. بالفعل يا فندم والطبيعي ان الاحزاب السياسيه بترنو الى السلطه، لكن بترنو الى السلطه بهدف الوصول لتطبيق رؤيتها او برنامجها العام. اهدافها ومبادئها. لما نشوف ان اهدافنا ومبادئنا كحزب المصريين الاحرار بتتطبع على ارض الواقع وبتترجم من خلال خطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنين، احنا شايفين نقاط كثيره جدا من البرنامج العام بتتحقق لصالح الوطن ولصالح المواطن. قد يراها البعض دواء مر، ولكن كان جزءا منها من اصلاحات يستدعي ان نتجاوز المرحله وان يتخذ هذا الاجراء في هذا التوقيت، لان الرؤيه العامه للبعض قد لا تكون كامله، لكن الرؤيه الاشمل بتكون للقائد. واحنا قدام قائد اثبت قيادته وامانته وعزته ونزاهته من 30 يونيو 2013. كنا هنبقى في حال غير الحال لو كان عندنا حد تاني غير السيد الرئيس عبد الفتاح. جميل. ده البيان. الفتره اللي جايه الحزب ايه برنامجه الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه هنبقى في اكتر من اتجاه. مبدئيا احنا فاتحين الباب لكل المحبين ولكل الداعمين ولكل المؤيدين لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم ينضموا للحمله الحزبيه الشعبيه لتأييد السيد الرئيس. بالفعل انضم الينا عدد من الشخصيات ولعل اقربهم من ساعات قليله يعني الدكتور ثروت قادس، هو رئيس الاتحاد العام للمصريين فرع المانيا، وهو نائب رئيس مجلس المستشارين للجاليات الاجنبيه. ده احنا لو بنتكلم على الصعيد الخارجي. على الصعيد الداخلي في عدد من الشخصيات والقامات المجتمعيه والناس المؤثره في مواقعها انضمت للحمله. ده بنوازع المحبه
والإخلاص والمعرفة والإدراك للحالة العامة، ده واحد. اتنين، الحزب اشتغل على فكرة تأسيس غرفة عمليات مركزية تليق وترقى لأنها تتابع مسار عملية انتخابية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح لحزب المصريين الأحرار، سواء على القطاع المركزي أو على قطاع المحافظات من خلال أمانات المحافظات المنتشرة في ربوع الجمهورية. اتنين، كثفنا الجهود من خلال الشباب بتوع الحزب وأمانات المرأة وأمانات العمل الجماهيري وعدة أمانات فرعية ولجان، من خلال التواصل المباشر مع الشارع سواء بنماذج المحاكاة اللي ابتدت الشباب تنفذها في الأرض مع الناس، سواء اللقاءات اللي بتعملها الأمانات مع المزارعين مع الفلاحين مع كل الفئات وكل الطبقات المجتمعية، التواصل المباشر للتوعية على أهمية المشاركة الانتخابية وتوضيح الصورة العامة لمصر بما يرقى لتوضيح المشهد العام، غير بعيدا عن المغالاة أو المزايدة التي يتبعها البعض في اتجاهات الدولة المصرية. في ناس بتزايد على خطوات الدولة المصرية، حضرتك عارف إن في تمام. عدة قنوات وعدة أبواق مأجورة ومدفوعة على مصر، فلازم كان تتواجه من واضح، خلال واضح من التواصل البيان. المباشر مع الشارع. اتفضل يا فندم. الأستاذ ريمون ناجي، مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسي، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا. وهينضم لينا أيضا الأستاذ محمد مخاليف، القائم بأعمال أمين شباب الجمهورية. أستاذ محمد، برحب بحضرتك وندخل مباشرة للبيان الصادر عن الحزب، الرد على كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة في حين أن الدولة ماشية بخطى ثابتة على طريق التنمية. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف، اهلا بحضرتك، واهلا بالساده المشاهدين الجمهور المصري اللي دايما بيثبت لنا ان هو يقتحم كل مستحيل من اجل بناء مصر. اهلا بحضرتك فندم. انا هحاول اخش على طول في محتوى احنا امانه شباب حزب المصريين الاحرار بعد البيان الذي اطلقه السيد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبياكد فيه على دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات القادمه. حبينا ان احنا نبداها بالتوعيه الاول. هي الشعب المصري مش محتاج اللي يوعيه، الشعب المصري بس محتاج انعاش للذاكره، لان للاسف ابواق اهل الشر صوتها عالي شويه ودايما بتحاول هدم المجتمع المصري وبتحاول تفرق في النسيج المصري. فاحنا بدانا بنماذج محاكاه في امانه الشباب على مستوى المحافظات الاتيه ما بين القليوبيه والشرقيه والجيزه والفيوم والمنيا والسويس واسيوط واسكندريه والقاهره ومطروح والبحيره والدقهليه. عظيم. امانات الشباب في كل محافظه من المحافظات دي بقياده امين شبابها بتقوم بنموذج محاكاه، بتقدر تعرف الاول تخاطب الجمهور ازاي، بنعرف الشباب اللي هينزل ان شاء الله في الحمله الشعبيه ان هو يخاطب الجماهير ازاي. من طيب. اول الشاب الصغير اللي موجود معاهم في دوائر تاثيرهم الصغيره للمراه للفتاة للكبار السن. من خلال النماذج المحاكاة شفتوا الشباب المصري شايف الخطى الثابتة اللي ماشية بها الدولة ازاي؟ شايفين اللي بيحصل على أرض الواقع ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية، هو مش محتاج أكتر من إنعاش للذاكرة. الشباب المصري مدرك تماما قد إيه الجيش المصري الوطني وقف من 2011، مش 2013 بس، من 2011 ودورهم كان عامل ازاي في المجتمع المصري وفي الشارع المصري، مرورا بالفتره اللي حكم فيها الجماعه الارهابيه وقد ايه الجماعه الارهابيه كانت بتحاول تتمكن من مفاصل الدوله وقد ايه كانت بتهمش الشباب الوطني الاصيل اللي عنده محتوى عايز يقدمه وعنده توصيات قويه تغير لصالح المجتمع المصري. مرورا ب 2013 لما كلنا نزلنا وقلنا لا للجماعه الارهابيه وقلنا مش هيحصل، وعلى جثتنا شباب وكبار وسيدات مصر اللي انا بحب اوجه التحيه ليهم من منصه حضرتك ان هم كانوا رائدات وهم كانوا وقود ثور 30 يونيو اللي كان بيحركوا الشباب بتاعهم، اللي كان بيحركوا اولادهم، اللي كان بيحركوا ازواجهم، اللي كان بيحركوا اخواتهم. مظبوط، لازم يعني لازم اشيد زي ما حضرتك قلت استاذ محمد، هو الشباب واعي محتاج فقط لانعاش الذاكره. استاذ محمد مخاليف، القائم باعمال امين شباب الجمهوريه بحزب المصريين الاحرار، بشكر حضرتك جدا لدخولك معانا في هذه المداخله. ومعانا الدكتوره هبه واصل، الامين العام لحزب المصريين الاحرار. دكتوره هبه مساء الخير. مساء النور يا فندم. البيان واضح و و و وجلي بالنسبه للمتابعين من خلال قراءتنا السريعه ليه من شويه، لكن اكيد في تفاصيل اكتر داخل هذا البيان.
والله خليني أكلم حضرتك. طبعا إحنا كقيادات الحزب كل اتقسمت القيادات بتوجيهات من الدكتور عصام خليل وباقتناع كامل من كل قيادي داخل الحزب بترشيحنا لسيد رئيس الجمهورية كمرشح رئاسي محتمل. وأنا هتكلم عن الجزء الثاني في البيان اللي هو أن المصريين الأحرار مهتم جدا في المرحلة دي للوقوف للإعلام المعادي، لأن تلاحظ في الأونة الأخيرة صدور بعض من البيانات المغلوطة. يعني خليني أقول لحضرتك، هي لو بيانات صحيحة المصريين الأحرار مش هيعلق عليها، ولكن لما تبقى بيانات مغلوطة فهي بتستهدف حقيقي يعني تضليل المواطن المصري. ومن هنا في جزء من البيان صرحنا وقلنا أن احنا هنقف بالمرصاد للإعلام المعادي، فلكل حزب الحرية في اختيار مرشحه الرئاسي المحتمل، ومن حق حزب المصريين الأحرار أن يقف بحملات توعية على مستوى الشباب والمرأة والرجال وكل مصري ومصرية لتصحيح تلك المفاهيم. وكمان لابد أن احنا نعرض الإنجازات اللي تمت من 2014. خليني أقول لحضرتك وحدي نبذة عن قصة الإعلام المعادي لأن أنا مهتمية بها جدا. تمام. من ضمن إنجازات السيد الرئيس مثلا قناة سويس الجديدة، الإعلام المعادي عرضها على أنها ترعى. طيب، وابتدى تضليل المواطن المصري، ولكن بعد مرور عدد من السنوات احنا شفنا النتائج، لان العبره بالنتائج بالنهايه. مظبوط. هكلم حضرتك عن في 2014 لما كان في عدم استقرار امني لكل المصريين، ومش هتكلم واقول الجماعات الارهابيه خربت قد ايه في مصر. انا بس عايز ارجع لنقطه مهمه حضرتك ذكرتيها، وهي حملات التوعيه للشباب وللمراه وللاسر المصريه. صحيح، ده مهم جدا. الاليات كل حزب سياسي من المفترض. الاليات يا دكتوره هبه، يعني بتعملوا الأليات ايه؟ الاليات خليني اقول لحضرتك من ضمن برضو التصريح اللي تم من حزب المصريين الاحرار انه اعلن عن فتح الباب لانضمام شخصيات عامه اضافه الى الشخصيات العامه اللي موجوده في الحزب. الشخصيات العامه دي ليها دور وطني وليها دور يعني توعوي، فمن ضمن تلك الشخصيات العامة دكاترة من الجامعات، دكاترة متخصصين في علوم الاقتصاد، دكاترة متخصصين في علوم السياسة، في تفسير كل حدث وما يعني وما يقابله من تصريحات من الإعلام المعادي وهكذا. دي أدوات. دور أي حزب سياسي بعيدا كمان عن حملة السيد الرئيس، يعني الدور ده إحنا بنقوم بيه أثناء حملة السيد الرئيس وقبل حملة السيد الرئيس. انضمام الشخصيات اللي حضرتك أشرت ليها دي أدوات. بتعملوا إيه بقى؟ بتعملوا مثلا مؤتمرات، بتنزلوا مثلا جامعات. حضرتك برضو بمناسبة إحنا بنعمل إيه المؤتمرات، يعني أنا أسفة أن أنا أقول ده، المؤتمرات شيء مهم، ولكن مش هتقدر توصل بالمؤتمر للمحافظات والنجوع والقرى والكلام ده. جميل. فإحنا بننزل بحملات توعوية من داخل مقرات الأحزاب والشباب المسؤولة داخل كل محافظة وداخل كل قرية وداخل كل مركز. أيوة. مهم قوي إن إحنا نقدر نخاطب الشعب المصري بالمفاهيم اللي عنده. هو لازم يطلع الأول إيه المفاهيم، إيه التحديات اللي بيمر بيها، ونقدر نوضح الرؤى بالواقع. يعني إحنا بنتكلم النهاردة زي ما قلت لحضرتك قناة سويس، أنا جبت الإعلام المعادي ليه وجبت الحدث وجبت النتائج على أرض الواقع وإيرادات قناة سويس شكلها عامل إزاي وهكذا. المحافظات والإعمار، ويقول لحضرتك بيبني في يعني بيرمي في الرملة ويوي. طيب لازم نوضح، والله المحافظات دي لاستيعاب زيادة 2 مليون مصري سنويا. بدون تلك المحافظات ممكن حضرتك تقول لي مصر كانت هتستوعب المصريين والزيادة دي ازاي؟ يعني بتردوا بالأرقام في كل حاجة. بنرد بالأرقام والواقع. والواقع. لأن في الآخر خد بالك المصري ذكي جدا، كل التقارير على مستوى العالم بتلاقي اللي بيسافروا بره رئيس مش عارفة جامعة ايه هيئة ايه مصري. المصريين أذكياء جدا، فلابد ان هم يتعرفوا على الحقائق. فده مش دور بس مصريين الاحرار حقيقه، ده دور كل حزب سياسي المفروض موجود على ارض الواقع. مظبوط. المرحله اللي جايه اكيد هيكون الشغل فيها اكتر شويه. خليني اقول لحضرتك هي المراحل كلها مدروسه دراسه جيده جدا. قصه اكتر او اقل لا، احنا كل مرحله بنديها حقها. تمام. فهي كل مرحلة بيتم يعني العمل بيها وفقا ما هو مخطط له. والحقيقة مش عشان يعني إعلاميا السيد الرئيس، إحنا مديونين ليه، كلنا مديونين، كل مصر مديون ليه، كل مصر مديون للسيد الرئيس طبعا.
دكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعة وإلقاء الضوء على برنامج الحزب وبيشتغل إزاي على أرض الواقع. ويمكن الدكتورة هبة قالت إن ده دور كل الأحزاب، علشان كده حزب المؤتمر أعلن بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة ريان عمر المختار صميدة رئيس الحزب دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلى تضفير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال هذه المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. كمان قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية برئاسة ريان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. النهاردة بيمر 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وروسيا، بالرغم أن العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا دي يعني ممتدة لقرون. بتشهد احتفالات البلدين بالمناسبة الخاصة دي واللي بتستمر لمدة عام تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة اللي بتستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة ده نموذج لاحتفال البلدين بمرور 80 سنة على ده تحديدا مبنى الإذاعة الروسي، وكان زي النهاردة برضو في مبنى وزارة الخارجية. العلاقات المصرية الروسية وزارة الخارجية عفوا العلاقات المصرية الروسية يعني علاقات ربما المصريين كلها يعرفوها وعلاقات خاصة جدا. وخلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع وعن طبيعة العلاقات دي والاحتفال ده وإيه اللي هيتم في إطار هذا الاحتفال. يعني هو مش مجرد احتفال ولا صورة بتكون موجودة على مباني معينة، بالرغم أن مبنى الإذاعة الروسي ده من أعلى الأبراج في القارة الأوروبية كلها. خلينا نرحب بالدكتور عمرو الديب أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست روسي. دكتور عمرو أهلا بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا بالسادة يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. 80 سنة من العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وروسيا، نقدر نقول العلاقات ممتدة وتحديدا السنوات الأخيرة تم ترجمتها لمشاريع ومشاريع عملاقة على أرض الواقع. شايف العلاقات المصرية الروسية بعد 80 سنة عاملة إزاي؟ بالطبع يمكن النظر إلى 80 عام الذين مضوا إلى مرحلتين مهمتين جدا في سير هذه العلاقات. أهم مرحلة طبعا والمرحلة التي كانت مهمة جدا كانت في نهاية الخمسينيات وطول فترة الستينيات حتى وصلنا إلى حرب أكتوبر، أو حتى بشكل أدق حتى إبريل عام 1972 بعد إخراج الخبراء الروس، المستشارين الروس الخبراء الروس من مصر بقرار من الرئيس مصر حينها أنور السادات. المرحلة الثانية طبعا مرت العلاقات بفترة فتور كبيرة جدا قبل هذه الفترة وبعد هذه الفترة حتى وصلنا إلى عام 2013 العام الذي بدأت فيه العلاقات تنشط بشكل كبير جدا بين الدولتين، وليس فقط على المستوى الصناعي، وهذا هو الأمر المهم جدا والذي تنظر روسيا من خلاله إلى حجم وقيمة جمهورية مصر العربية. دائما القيادة الروسية تنظر إلى مصر ليس على مستوى الصناعي فقط، ولكن القيادة الروسية متأكدة تماما بأن قوة العلاقات المصرية الروسية تعني بلا شك قوة العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط ومع الدول الإفريقية. ولذلك كانت
أو كانت عملية اختيار أول قمة إفريقية روسية عندما كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي ورئيس مصري رئيسا للاتحاد الأفريقي حينها عام 2019. وقبل ذلك طبعا التقارب المصري الروسي في عام 2013 فتح أبواب واسعة جدا للتقارب الروسي مع دول المنطقة. رأينا زيارة الملك السعودي لأول مرة في التاريخ عام 2015 إلى موسكو، رأينا علاقات تتطور جدا بين موسكو ودول خليجية ودول في المنطقة. والأمر الأهم هنا هو أن مصر يتم اعتبارها هي البوابة الأهم للقيادة الروسية من أجل تطوير علاقات روسيا مع المنطقة سواء في أفريقيا أو سواء في منطقة الشرق الأوسط. نعود للعلاقات الثنائية والمرحلة الثانية والتي تمثل يعني استعادة لقوة العلاقات في الخمسينيات أو في نهاية الخمسينيات وطول فترة الستينيات. نرى الآن مشروع الضبع النووي، أول محطة نووية في أفريقيا. يعني هذه خطوة مهمة جدا بدعم روسي فني كامل، وهذا المشروع في حد ذاته سيضمن عملية استدامة العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية لفترة طويلة من الزمن، وهذا أمر في غاية الأهمية. أيضا مسألة المنطقة الصناعية الروسية على ضفاف قناة السويس مشروع أيضا يعني لا نقول كل أهمية، ولكن هو في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وبالنسبة للاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي في هذه الفترة يعني يعيش تحت عقوبات يعني قوية وخطيرة، ويعني يبحث عن سبل كثيرة جدا منها الخروج إلى الأسواق الخارجية ونقل مصانع روسية إلى مناطق أخرى. ومصر والمنطقة الصناعية الروسية من ضمن هذه المناطق التي روسيا تتمنى نقل مصانع من داخل روسيا وخطوط إنتاج من داخل روسيا إلى جمهورية مصر العربية. وهذا أيضا يعني عبارة عن معلومات أو ليس رأي، يعني هو فعلا القيادة الروسية تبحث في ذلك وتريد تنفيذ هذا الأمر. العلاقة الشخصية أيضا دائما ما كانت تلعب دور في العلاقات المصرية الروسية على مر التاريخ، ورأينا العلاقة الشخصية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا يعني لأي شاهد يعني ظاهري يرى بعينين فقط يرى أن هناك علاقة شخصية مميزة بين الرئيسين، وهذا الأمر بلا شك ينعكس بشكل إيجابي جدا على مستوى العلاقات الثنائية، وأيضا على مستوى كما قلت وأؤكد دائما هنا في هذه النقطة أن روسيا ترى في مصر هي البوابة الأهم. بدون مصر لا يمكن لروسيا التحرك بكل حرية في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا. الدكتور تفضل يا فندم. فبشكل مختصر تماما نحن نعيش فترة في غاية الأهمية على مستوى العلاقات الصناعية. نحن نعيش في عالم صعب وعالم يمر بالفعل بمرحلة حساسة للغاية، ومسألة تطوير العلاقات المصرية الروسية ومساعدة المصرية في تطوير العلاقات الروسية مع المنطقة أمر في غاية الأهمية لروسيا، وترى فيه روسيا ضرورة وليس حاجة، هي ضرورة ملحة أن تكون روسيا على علاقات يعني ممتازة مع جمهورية مصر العربية في المقام الأول ومع الدول الأخرى في المنطقة في المقام الثاني. لأن العالم كما قلت هو يمر بفترة صعبة جدا. لا نتكلم هنا أن مصر تكون في جانب محور ضد محور آخر، لا لا، يعني مسألة العلاقات الدبلوماسية والثنائية كما حضرتك أشرت. دكتور عمرو أديب أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة ليوتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل قصير ونرجع نستكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم. في وسط الفرحة دايما ممكن تنسى أقرب الأقربين ليك، أو يعني إحنا عشنا فترة يومين اللي فاتوا مهرجان القاهرة الدرامي اللي أقيم في العالمين الجديدة وتابعناه كلنا، وحصل إشادات كتيرة من أماكن عدة، وشاهد أيضا حضور عدد كبير من نجومنا في مجال الدراما. لكن الدولة المصرية ما بتنساش اللي ساهموا بدور كبير جدا ودور ضخم وتاريخ طويل في الدراما المصرية، واللي يمكن تاريخهم بيرتبط بانطلاق الدراما المصرية. خلال الاحتفالية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكريم
اسم الراحل الشيخ صالح كامل بمناسبة مرور 60 سنة على إنتاج أول مسلسل تلفزيوني، وده بسبب طبعا إسهاماته الكبيرة في مجال الدراما والفن المصري. معروف أن الشيخ صالح كامل أول مسلسل مصري أنتجه كان سنة 69، يعني تقريبا بالتزامن مع انطلاق أول عمل دراما مصري. لكن يعني عشان يعني نفرح أكتر، معانا على التليفون النجمة الكبيرة الفنانة السيدة صفاء أبو السعود أرملة الشيخ صالح كامل. أستاذة صفاء، يعني وحشتينا وحشنا صوتك. الله يخليك، ميرسي أوي أوي، شكرا. يعني مش عارف أقول ألف مبروك على التكريم، ولو إن احنا افتقدنا وجودك في مصر في المهرجان. والله أنا اللي يعني كان نفسي أكون موجودة، بس للأسف توقيت المهرجان كان مع ميعاد سفري، فللأسف كنت برا، ولكني متابعة من أول لحظة لغاية آخر لحظة أكيد. يعني تاريخ الشيخ صالح كامل مسلسلات يعني فعلامات فارقة في تاريخ الدراما، عندنا البخيل وأنا، عندنا أحلام الفتى الطائر، هند والدكتورة نعمان، وطبعا غوايش، يعني ما ننساش غوايش تحديدا، وأوراق الورد، وعلى فكرة بيذاع حاليا البشاير برضو بإنتاج الشركة العربية في البشاير، الفنان الراحل محمود عبد العزيز. لا أنا عن نفسي متابعه حاليا البشاير، الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة الراحلة مديحة كامل. كلمينا عن التكريم واستقبلتيه ازاي؟ الحقيقة أنا أولا يعني بشكر فعلا الشركة المتحدة والأستاذ عمرو الفقي، لأن هم فعلا كان شيء ولفتة جميلة جدا أن هم يعني في الاحتفال بالدراما المصرية 60 يعني مرور الفترة دي كلها، أنهم افتكروا أنه في إنتاج مساعد كان مع التلفزيون المصري اللي هو كان الشركة العربية للإنتاج الإعلامي، الشيخ صالح طبعا كان هو اللي عامل. طبعا يعني اتبسطت من هذه اللفتة قد إيه حاجة جميلة أنه مصر تكرم شخصية ساهمت في حاجة في الإعلام وفي الدراما المصرية. على فكرة هو الشيخ صالح أول إنتاج ليه كان مسلسل مصري كان سنة 69، واستمر بعد كده بقى في المسلسلات والشغل لمصر. هو حبيب طبعا، بيحب مصر طول عمره، ومصر وبالنسبة له مصر دي في وجدانه وفي قلبه، ودايما كان ليه مقولة على فكرة بتتكرر كتير مشهورة، إنه هو بيقول إنه أنا اتعلمت من المدرس المصري على ايديه، والطبيب المصري أيضا كان هو اللي يعالجه. ففي محبة كبيرة لمصر ولأبناء مصر ولشعب مصر كله، ومصر وشعب مصر كله بيحب طبعا الشيخ صالح كامل وبيحب الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود. أشكرك يعني جدا. أنا أتمنى إن شاء الله لما تيجي مصر يكون لنا لقاء مع حضرتك في التاسعة. ضروري ضروري ضروري. أنا بس عايزة يعني أقول حاجة. تفضل. الحقيقة الاحتفالية اللي اتعملت دي وضحت جمال يعني العالمين، منطقة العالمين بقت شيء ليه بريق على مستوى العالم. يعني كان معايا ناس أجانب كانوا بيتفرجوا مش فاهمين اللغة، إنما كانوا مبهورين يعني بالمكان، بحلاوته، بميته الحلوة، بناسه، يعني شيء كان رائع وجميل جدا. وقبل ما انسى بالمرة كمان عايز أقول كلمة، إن أنا برضو بشكر نقابة المهن التمثيلية الأستاذ أشرف زكي برضو على مجهوده في الاحتفالية، لأنها واضحة طبعا احنا كفنانين نحس بهذا المجهود بالزبط. فلازم أذكر الحكاية دي. لا وحضرتك فنانة كبيرة وليكي تاريخ كبير في الغنى وفي الدراما وفي يعني الله يخليك وفي الإعلام كمان، يعني حضرتك أستاذتنا في الإعلام كمان، ربنا يخليك. العالمين حضرتك ما نزلتهاش لسه، العالمين في الشكل الحالي الرائع اللي احنا شفناه. الله يخليك. بسأل حضرتك، العالمين ما زرتيش العالمين لسه؟ لا أنا الزيارة أنا زرتها السنة اللي فاتت. كانت لسه ما انتهتش. مظبوط. كان لسه بيحطوا يعني يظهر الحاجات الأساسيات دي كلها، ما كانتش واضحة كده بهذا الجمال بالروعة الحلوة دي. يعني بصراحة شيء مشرف لينا كلنا والمصر ولكل الدول العربية. ما أي بلد بتنجح وبتعمل حاجة عظيمة زي كده، ما هو ده كله شرف لكلنا، لكل العرب وكل الدول،
كل البشر، فما بال بقى أنها في مكان جميل، تاريخ عريق الإسكندرية، وطبعا منطقة العالمين. يعني الحقيقة شيء مبهر وجميل ورائع، الواحد لو طال يسلم على شخص شخص من اللي اشتغلوا في هذا العمل بجد، والله أروح أسلم عليهم كلهم. والله هو الجميل والمبهج يعني وجود حضرتك معنا على التليفون لحد ما يكون في لقاء إن شاء الله، ونتمنى حضرتك ترجع لنا مصر بألف سلامة. الفنانة الكبيرة صاحبة التاريخ العظيم الفنانة السيدة صفاء أبو السعود، أرملة الشيخ صالح كامل، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة. أهلا بحضراتكم. مجموعة البريكس كانت 5 دول وستصبح 11 دولة في يناير 2024 حسب ما هو معلن، وأصبح حديث الساعة على المستوى المحلي والمستوى الدولي هو انضمام مصر لمجموعة بريكس بين الفوائد والمزايا المحتملة والتحديات، وما الذي يمكن أن تشكله مجموعة بريكس من تغيرات سياسية واقتصادية على المستوى العالمي. ده موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة مشاهدينا في التاسعة، وبيسعدنا أن يشاركني فيه في الحديث عن هذه التغيرات والاحتمالات ضيوفي المنورين في الاستوديو الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وأمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن. دكتور سمير أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وبيشرفنا الدكتور محمد سالم باحث اقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي. دكتور محمد أهلا بحضرتك معانا، نورنا. وبينضم لنا أيضا الدكتور ناصر عثمان أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة أسيوط. دكتور ناصر منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أبدأ مع الدكتور سمير صبري، وهو سؤال ربما يكون على في إطار مجموعة بريكس، هل هو تكتل اقتصادي بحت أم تكتل اقتصادي بصبغة سياسية؟ طبعا سؤال مهم جدا. هو في بدايته كان تكتل اقتصادي الغرض منه أمور اقتصادية، دول ناشئة اقتصادات عندها نمو عالي جدا اجتمعت بهدف التكامل الاقتصادي، ولكن سرعان ما تحول إلى تكتل اقتصادي سياسي عنده صبغة سياسية واضحة جدا. اختياره للأعضاء المتقدمين كان واضح عليه أنه بيدرس كل دولة مش بس اقتصاديا ولكن أيضا سياسيا، والتحالف ده بدأ منذ الفترة بتاعت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2005-2006. بدأت العالم كله يشوف أن مع الأزمات اللي حصلت بسبب انهيار الاقتصاد الأمريكي ومشكلة الرهن العقاري لازم الاقتصادات الأخرى تتحرر من هذا النظام العالمي، ويكون في تكامل واتحاد بين الاقتصادات المتشابهة في أمورها الداخلية واقتصاداتها. ثم في 2009 كانوا 4 دول فقط، البرازيل وروسيا والهند والصين. في 2009 بدأوا يفكروا في أول اجتماع يضموا دولة من قارة إفريقيا، وكانت دولة جنوب أفريقيا، ومن هنا بقى البريكس. مظبوط. فنقدر نقول أنه تجمع اقتصادي وله صبغة سياسية. دكتور محمد، تكتل من 5 دول بيدعو 6 دول للانضمام، حضرتك شايف النقطة دي تحديدا إزاي؟ يعني هو التوسع معروف أن في التكتلات والاتحادات بتتوسع مع الوقت، لكن لما كنت تكتل من 5 دول بقاله فترة من الزمن، لو قلنا مثلا تحديدا مثلا لو بدأ من 2009 اللي هو يعني بقى 5، بنتكلم في 14 سنة، وفجأة
ست دول من 23 متقدمين. طيب بداية هو الانضمام ست دول هو مش مفاجئ قوي، لأنه في حوالي أكتر من 20 دولة ناشئة هم كانوا على رادار البريكس، وكانوا مستهدفين من أنه منظمة البريكس تضم أكتر من 20 دولة ناشئة بحيث أنها توسع من هذه المجموعة وتكبر من حجمها، وبالتالي يزداد حجمها وحجم تأثيرها في الاقتصاد العالمي. وكان في تنوع كبير جدا ما بين الدول المرشحة للانضمام للبريكس. لكن خليني أبدأ بس من ورا شوية. البريكس بداية كتكتل هو تكتل اقتصادي وله توجهات سياسية، ولكن هو أيضا هذا التكتل في نقطتين. النقطة الأولى أنه تكتل البريكس مش كل الأعضاء فيه هم على نفس الدرجة وعلى نفس الموقف السياسي من رؤيتهم للنظام العالمي، يعني في دول بتهدف إلى إعادة التوازن في الاقتصاد العالمي وإرساء بعض قواعد العدالة اللي افتقدها النظام الرأسمالي العالمي في آخر 20-30 سنة منذ تحديدا انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة القطب الواحد. فبالتالي بعض الدول عايزة تعمل شيء من التوازن. في دول أخرى داخل نفس التكتل ده سياسيا لا، لديها نبرة مختلفة ولديها خطاب مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي. فدي أول نقطة. النقطة الثانية كمان حجم وهيكل الاقتصادات هو أيضا متباين داخل مجموعة البريكس، بمعنى أنه الصين ذات القوة التصنيعية الكبيرة، مصنع العالم، دولة اللي الناتج المحلي الإجمالي بتاعها يتخطى 20 تريليون دولار، بتتفاوت في القوة والقدرة عن مثلا الاقتصاد البرازيلي اللي هو أغلبه جاي من أو مكونه الأساسي هو الاقتصاد الزراعي. وبالتالي جزء كبير من عملية استهداف دول جديدة أنها تدخل إلى التجمع ده أن كل دولة لديها ميزة نسبية تضيف إلى التكتل ده، زائد بعض الأمور أو بعض المحددات الاستراتيجية. فمثلا هنلاقي أنه في رغبة واضحة في وجود السعودية والإمارات باعتبار أن الدولتين دول دولتين ذات يعني من ذوي الملاءات المالية الضخمة جدا، دولتين لديهم تحكم كبير في البترول والطاقة جنب الدولة بحجم روسيا اللي هي مصدر الغاز الرئيسي في العالم. وبالتالي لما ينضم عندنا دولتين إلى هذا التكتل بهذا الحجم، إذن أنا هأثر في سوق الطاقة العالمي، وأنا أوريدي عندي منظمة زي أوبيك بلس بقى فيها قدر من التنسيق مرتفع ما بين السعودية وروسيا، وبقى فيها تحكم بشكل كبير في أسعار الطاقة وأسعار البترول. وبالتالي اللي أقدر أقوله أنه في الرغبة في وجود دول، الدول دي هتضيف سياسيا واقتصاديا بالتأكيد للمجموعة لمجموعة البريكس. الدول دي متنوعة ما بين دول في قارة أفريقيا ودول في أمريكا الجنوبية ودول في شرق أسيا. وفي نفس الوقت الدول دي لديها جزء كبير من العوامل المشتركة التي ترغب فيها، وهي أنه يبقى في توسع في الأسواق ما بينها، توسع في حجم التجارة البينية، توسع في حجم المعاملات التجارية، زيادة وتسهيلات أكبر في حركة رؤوس الأموال والاستثمار، تمويل إضافي إلى بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس. وبالتالي مرشح أيضا خلال السنوات القادمة بشرط اتفاق باقي الأعضاء، لأنه ميثاق المجموعة يعني بينص على أنه ما فيش قرارات بتأخذ إلا بالإجماع. وبالتالي في دول كتيرة جدا لازالت على رادار البريكس زي الأرجنتين، زي زي نيجيريا، الأرجنتين انضمت، زي نيجيريا، زي فنزويلا، زي الجزائر، زي دول. هل ممكن طب سريعا الاسم ممكن يتغير ولا هو لا هو بقى بريكس بلس؟ لأنه طبعا صعب جدا انك تقدر تمد اكتر من كده وتحتفظ بقى بالميزة الأساسية للمجموعة المؤسسة. وبالمناسبة احنا في مصر كان معروض علينا اصلا نبقى احنا الدولة الأفريقية الاولى اللي تبقى في المجموعة دي سنة 2009، ولأسباب وتخوفات سياسية من ان هذا التكتل له شكل والعلاقات الغربية اعتبارات متعلقة بالجانب الغربي وقتها. عشان كده ما دخلناش في بداية البريكس. طيب دخلنا دكتور ناصر، دخلنا خلاص مصر ان شاء الله في 1 يناير 2024 دخلت مجموعة البريكس. تمام، احنا طبعا لا يغيب عن اهتمام البرلمان وتحديدا لجنة الاقتصاد باهتمام مصر لبريكس، ويمكن نشتغل من دلوقتي او ما اعرفش بقى حضرتك هتقول لي هل هناك خطة لتشريعات بتسهل عملية
الاقتصاد والاستثمار اللي هيجي، الاستثمار البيني ما بين دول المجموعة، وأيضا تذليل العقبات أمام المستثمرين، لأن ده جزء هيبقى مهم في توفير العملة المحلية اللي بتقوم عليها أصلا فكرة المجموعة. هو خلينا بداية ننطلق في الإجابة على السؤال بتاع سعادتك فيما يتعلق بالاستقرار السياسي داخل الدولة المصرية. الاستقرار السياسي ده أحد العناصر المهمة وأحد الشروط المتطلبة للانضمام للتحالف بتاع البريكس، وما كان قبول مصر دولة عضو في تحالف البريكس إلا نتيجة لأن هم رأوا في مصر دولة مستقرة سياسيا، وده بالفعل اللي متحقق في الوقت الراهن. يمكن الكلام ده كان واضح داخليا بالنسبة لنا، وكنا شايفينه كشعب مصري أن دولة أصبحت، مصر أصبحت دولة مستقرة سياسيا اعتبارا من 2014 حتى هذا الحين، لكن الاعتراف الدولي من جانب مجموعة الدول في تحالف البريكس بأن مصر تصبح عضو في هذا التحالف ده دليل على أن العالم الخارجي أو الدول الخارجية أصبحت بتعترف بأن مصر أصبحت دولة مستقرة سياسيا. بالتأكيد الاقتصاد لن يكون عديم الصلة بالاستقرار السياسي. دايما وأبدا بنقول أن ما فيش استقرار داخل دولة معينة سياسي إلا بيترتب عليه نمو اقتصادي. مصر كل الخطوات اللي واخدها في الفترة الأخيرة بتدل على أن احنا ناجحين فعلا في عملية التنمية الاقتصادية، ناجحين فعلا ان احنا نحافظ على المشروعات القومية اللي بدأنا فيها، ناجحين ان احنا ناخد خطوات تدي ثقة للعالم الخارجي في الدولة المصرية. يمكن حضرتك انطلقت لفكرة التشريعات اللي موجودة، ويمكن احنا في البرلمان مؤخرا كنا بنناقش تعديلات قانون الاستثمار على اعتبار ان دي خطوة من الخطوات الإيجابية في الدولة المصرية. احنا عاوزين نشجع الاستثمار علشان يدخل الدولة المصرية لانها عامل من العوامل المهمة جدا في عملية التنمية الاقتصادية. معنى ان الاستثمار يجي ان انا محتاج رؤوس اموال اجنبية هتدخل داخل الدولة المصرية هتوفر عليا فكرة المعاناة في الحصول على العملة الاجنبية المتمثلة رئيسيا دلوقتي في الدولار. الدخول في البريكس معناه ان انا هستعين بعملات اجنبيه اخرى غير الدولار، وبالتالي الاقتصاد اللي بيعتمد على عملات اخرى غير الدولار، يعني يمكن احنا حجم الواردات بتاعتنا من الخارج حوالي 80 مليار دولار سنويا. لما نيجي نتكلم بعد دخول البريكس متوقع ان ينخفض هذا المبلغ بقيمه 30 مليار دولار. وده معناه ان 30 مليار دولار دول هيتحولوا لعملات اخرى من الدول المتعامله معانا في البريكس، وهيبقى ما عندناش ازمه في الحصول على الدولار، وبالتالي ده هيساعد على نمو الاقتصاد المصري. التدفقات الاجنبيه اللي هتيجي بالعملات سواء كانت بتيجي بالدولار او بالعملات الدول الموجوده في البريكس بتساعد في تمويل مشروعات البنيه الاساسيه الموجوده داخل الدوله المصريه. بالتاكيد وجود مصر كدوله فاعل في اتفاقيه البريكس اعتبارا من اول 24 سيتناغم معه حزمه من التعديلات التشريعيه اللازمه لمواكبه هذا التطور اللي حدث فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه الخارجيه للدولة المصرية. جميل قوي دكتور سمير، على أرض الواقع وبالأرقام وفلوس، لما نتكلم على تجارة بينية بين مصر ودول المجموعة بتقدر بحوالي 29 مليار دولار. المواطن بقى عايز يفهم هيتم تعويضهم ازاي، لان هو في ناس بتطلع تقول لك هيبقى خلاص هنتخلص من 29 مليار دولار مرة واحدة. عايزين نتكلم يعني نوضح اكتر، وياريت طبعا واحنا بنتكلم دلوقتي المشاهد والمواطن المصري يبقى عارف ان احنا بنقول بكل مصداقية وبتجرد، احنا لا بنهول من الموضوع وبنقول ان احنا دخلنا هذا البريكس يبقى كده مشكلتنا اتحلت، ولا احنا بنقول ان ده امر بسيط ان احنا دخلنا تجمع بهذا الحجم وهذه القوى الاقتصادية فده مش هيكون له دور. لا طبعا له دور ودور كبير، ولكن مازال الدولار الامريكي عموما عشان برضو الناس تبقى واخده بالها، الدولار الامريكي هو عمله الانكر، هو عمله الاساس لكل اقتصادات العالم، وهو عمله الاحتياطي لمعظم دول العالم بما فيها دول بريكس. مظبوط. ايضا تكتل بريكس لما طلعت بعض الاصوات داخل التكتل تنادي باصدار عمله جديده للبريكس او ان هم يتخلصوا من الدولار وهيمنه الدولار، رد عليه اصوات اخرى من داخل المجموعه، ودي كانت كواليس الاجتماعات اللي تمت في الثلاث ايام اللي فاتوا. قالت ان لا مش وقت الحديث عن عملة جديدة، وان احنا عشان نتكلم في عملة جديدة ده محتاج وقت اطول ويبدأ يحصل ثقة في هذا التجمع. تبدأ الدول الحديثة هتنضم ست دول مع الخمسة المؤسسين يحصل ما بينهم، انت النهاردة السويفت طريقة تحويل الاموال اللي العالم كله بيتعامل بيها ده من امريكا. النظام العالمي اللي حصل من بعد بريتون وودز ده له اصول، له مؤسسات حاكمة، وقدرت الدولة الامريكية حتى بتخليها في 71 عن الاحتياطي الذهب قدرت تحافظ على قوة هذا الدولار وتخلي فيه ثقة لدى كل دول العالم في التعامل بهذه العملة. إذن أنا كمصر وبكلم المصريين، إيه الاستفادة اللي هتعود عليا؟ الاستفادة رقم واحد اعتراف من دول البريكس، ومش هقول برضو من المجتمع الدولي كله لأن مش كل العالم فيه،
اعتراف ان الدولة المصرية دولة قادرة ولها أهمية جيوسياسية وأهمية استراتيجية في المرحلة القادمة في الاقتصاد العالمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا محتاج التلاتة يشتغلوا، حكومة وشعب وقطاع خاص، رجال أعمال. محتاجين نشتغل كويس جدا، ندرس الميزان التجاري والتبادل التجاري بيننا وبين هؤلاء المنضمين حديثا والخمس دول القديمة. في الوضع الراهن احنا بنتعامل شكل الميزان التجاري مش مريح لنا كدولة مصرية. انا عندي الصين والبرازيل وروسيا، الثلاث دول تحديدا كلهم بيكون الميزان التجاري لصالحهم وبأرقام كبيرة. اذا انا محتاج ايه؟ محتاج اشتغل فورا، اشوف الدول دي محتاجة مني ايه كمصر، محتاج افتح كل السبل للتواصل لإحداث تكامل اقتصادي وتكامل استثماري مع هؤلاء الدول. أيضا الهند وما وصلت إليه من تكنولوجيا المعلومات أقدر بتحالفي معهم في بريكس أستفيد بنقل التكنولوجيا، وإن أنا أفتح من بكرة فرص عمل للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصدير. يعني اللي هو النقطة اللي احنا دايما بنتكلم عليها اللي هو تشجيع القطاع الخاص. أنا واقف عند النقطة دي وهرجع تاني بعد الفاصل مع دكتور محمد سرعة عن النقطة دي تحديدا. مشاهدينا هروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شهاده الثقه اللي منحت لمصر من جانب مجموعه البريكس على لسان الدكتور سمير صبري ضيفنا اللي منورنا. هرجع ارحب بضيفي مره ثانيه دكتور سمير صبري، مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وامين شؤون الصناعه والتجاره بحزب مستقبل وطن، ودكتور محمد سالم باحث الاقتصاد وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي، ودكتور ناصر عثمان امين سر اللجنه التشريعيه بمجلس النواب واستاذ القانون الدولي بكليه حقوق جامعه اسيوط. دكتور محمد، عاوز اخد من كلام دكتور سمير في جزئيه ان دي شهاده ثقه من دول مجموعه البريكس، لكن احنا برضو بنتكلم على حاليا حوالي 40% من سكان العالم مصر بتنضم ليهم، بعد ما يبقوا 11 دوله هيبقى العدد اكبر من كده. هل ده اعتبره مشجع للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر فهتبقى دي ورقه مهمه ليهم؟ اتفضل. طيب خلينا نتكلم بصراحه، احنا في دول البريكس قبل انضمام ال 11 دوله احنا بنتكلم على 40% فعلا من سكان الارض. ال 40% دول حجم اللي بينتجوه كله حوالي 26 تريليون دولار. ده بالظبط حجم الناتج المحلي الامريكي اللي بينتجه 350 مليون بني ادم فقط. طيب حجم المعاملات التجاريه في العالم 82% منها مقاوم بالدولار، وبالتالي التصور انه هيتم اسقاط الدولار او محاربه الدولار والقضاء على هيمنه الدولار وحاجات كتير من اللي بتتردد خلال الايام اللي فاتت دي طموحات بعيده. لا بس اقدر اخد من كلام حضرتك بس ان هو في قصه الانتاج، ما ده اللي انا جاي له بقى. احنا واحنا بنتكلم على الشكل ده هو تكتل اقتصادي مهم طبعا زي تكتلات اقتصاديه كتير انت ممكن تنضم لها. الفكره انت بتنضم مع مجموعه الدول دول، حجم الميزان او شكل الميزان التجاري بتاعك معاهم بالموجب ولا بالسالب؟ انت بتصدر لهم اكتر ولا هم اللي بيصدروا لك اكتر؟ لا هو طيب. كله بستورد اكتر منكم. بالتاكيد احنا بنستورد اكتر صح. بالتاكيد ميزاننا التجاري معاهم كلهم احنا بنستورد اكتر، وبالتالي انا عندي هنا نقطتين اساسيتين قبل فتح باب حركه التجاره ورفع القيود الجمركيه وتسهيل حركه الاستثمار. انا لازم اسال نفسي سؤال مهم جدا. السؤال الاول متعلق بالعمله، لان هو طبعا الحاجه الملحه اللي الناس كلها عماله بتفكر فيها، العمله والدولار، والدولار حجم الايرادات بتاعتنا هينخفض. هتستبدل الدولار بالين، بالبيزو الارجنتيني، بالريال البرازيلي، باي عمله، وياخد مكانها بالجنيه المصري. جميل جدا. مقابل ايه؟ انا هستورد منه بالجنيه المصري وهو ياخد الجنيه ده علشان هيستورد بيه صادرات عندي منه. وبالتالي لو انا حجم الصادرات بتاعي لا ينمو انا ما بستفدش. لو انا هامش المقايضه ان انا هتخلى عن الدولار في بعض المعاملات التجاريه، واحنا اوريدي بدانا نعمل ده في اخر سنه، ده كويس جدا ان احنا بنعمل ده. لكن في النهايه ده الحلول دي عشان تؤتي ثمارها لازم يكون حجم الصادرات بتاعي بينمو. انا في اخر 15 سنه حجم او متوسط نسبه الصادرات السلعيه والصناعيه والخدميه في مصر من الناتج المحلي الاجمالي 18%
من الجي دي بي. عشان نشوف الرقم ده كبير ولا صغير لما قارن بدولة زي ماليزيا اللي هي لا تتخطانا أبدا في عدد السكان، بل العكس هي أقل مننا بكتير، النسبة دي فيها 78%. طيب لما نشوف مثلا بدول تانية كانت مرشحة أو مؤهلة أنها تدخل للبريكس، هنلاقي دولة زي مثلا بنجلاديش. بنجلاديش دي حوالي 140 مليون نسمة، صادراتها من الملابس فقط 47 مليار دولار. احنا اجمالي حجم الصادرات الصناعية عندنا 35 مليار دولار. وبالتالي التحدي الاساسي عندنا، خلينا ناخد حاجة كمان مع البرازيل باعتبار ان البرازيل معانا في البريكس. البرازيل دولة مؤسسة، دولة بتنتج اعلى انتاج برتقال في العالم بحوالي 18 او 17 مليون طن. مصر اعلى دولة بتدي صادرات برتقال في العالم كبرتقال خام، بنصدر ب 3.5 مليون طن. البرازيل واحده من الدول اللي بتستورد مننا طن برتقال بالمناسبه. طيب وبناخد احنا حجم، اصل الرقم اللي هقوله ده مهم للسبب بقى المتعلق بالانتاج. الرقم اللي بنتحصل عليه من صادراتنا من البرتقال حوالي 700 مليون دولار سنويا، وده رقم محترم جدا. حجم بقى صادرات البرازيل من عصير البرتقال، عصير البرتقال بتعصره بس وبتحوله لعصير، 1.5 مليار دولار. ضعف. اذا لو انت لو انت كاقتصاد، لو انت كبلد، لو ما حلتش مشكلتك المتعلقه بالانتاجيه، انك بتزود حجم الصناعه، بتزود حجم الاستثمار، بتحل المشاكل، بتحول اقتصادك الهيكل بتاعه لاقتصاد الصناعه فيه قيمتها اكبر، بتحل مشكله الواردات من السلع الوسيطه عشان تقدر تنشط حركه الصناعه. مزبوط. بتحل الازمات المتعلقه بثقه المستثمر الاجنبي اللي يجي عندك، الثقه ان المناخ عندك مؤهل، الثقه انه هيقدر يدخل بالفلوس ويخرج بالفلوس وقت ما هو يحب، الثقه ان مش هيتعدل عليه قوانين الضرائب والرسوم كل خمس هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع هو ده اللي هيخلق عندي تدفق للصينيين والروس وكل الناس. مساله الثقه في الاجراءات الموجوده في مصر سريعا عشان انا يعني بعتذر جدا وقتنا يعني اوشك على الانتهاء. تمام. التكتل القوانين الموجوده حاليا فيه بتسهل عمليه الاستثمار بين الدول. هو التكتل ما بينصش على قوانين محدده في داخل الدول المعينه، ما بينصش على تعديلات قوانين الدول في المجال المعين، لكن كل دوله من دول التحالف لابد ان هي تكون حريصه ان قوانينها تسهل عمليه جذب الاستثمارات. احنا عندنا مجموعه من المبادئ في الاطار القانوني بتحكم هذه المساله، الدوله ما هي صاحبه السلطه المطلقه في تعديل تشريعاتها بما يمس المشروعات اللي موجوده داخل، زي شرط الثبات التشريعي وما شابه ذلك. فبالتالي الدوله المصريه بما ان عندها هذا المبدا وبما انها عندها قوانين بتحاول انها تحافظ على المستثمرين الاجانب اللي موجودين داخل الدوله المصريه، اعتقد انها في الفتره اللي جايه مش هتحاول انها تمس الحقوق الموجوده للمستثمرين او تاخد اجراءات انفراديه او تمنع استرداد الاموال او تمنع تحويل الاموال، يكون في ضوابط ثانيه الكلام ده كله، لا ده بل على العكس الدوله هتكون حريصه على ان هي تسهل هذه المساله. ليه؟ لان النمو الاقتصادي ده اصبح محدد اساسي من محددات الدوله المصريه، خيار لا رجعه فيه. فبما ان انا دخلت المنطقه دي وانتويت ان انا اعمل تنميه اقتصاديه شامله، وانتويت ان انا احط الدوله المصريه في مصاف الدول الكبرى، وانتويت ان انا ادخل المرحله دي، يبقى لازم تكون تشريعاتي كلها متوافقه مع المتطلبات اللي بتتطلبها المرحله اللي انا دخلت فيها. يعني احنا ابدا بعد ما انا دخلت في هذا الاطار اجي اخذ اجراءات انفراديه او اصدر تشريعات تمس حقوق المستثمرين الاجانب اللي دخلوا مصر في ظل ظروف اقتصاديه وتشريعيه معينه، واجي اخذ اجراءات انفراديه ضدهم، بل على العكس انا هكون حريص ان نزود الضمانات اللي موجوده للمستثمرين الاجنبي وتسهيلات اكتر باعتبار ان هم يبقوا حريصين ان اموالهم تدخل داخل الدوله المصريه وان هم يستثمروا فيها، يعني تقريبا بدل زي ما يخرجوا منها. زي ما الدكتور سمير صبري قال في الاول، احنا لا بنهول ولا بنقلل، لكن احنا بنعمل توازن. احنا متفقين دلوقتي على محاور مهمه علشان نقدر نستفيد من دخول مصر وانضمام مصر لمجموعه البريكس. نتكلم على تسهيلات تشريعيه، نتكلم على زيادة إنتاج، بنتكلم على ثلاث محاور: الحكومة والمواطن والقطاع الخاص. أعتقد كده المسائل دي والمحاور دي لو اكتملت هتكون الصورة مكتملة أكتر للاستفادة اللي المواطن البسيط دلوقتي بيحاول يوصل لها أو بيصبو إليها من خلال انضمام مصر لمجموعة البريكس. أنا بشكر حضراتكم جدا ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو النهاردة، الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بشكر حضرتك جدا الدكتور سمير. بشكر أيضا الدكتور محمد سالم باحث الاقتصادي وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي، بشكر حضرتك دكتور محمد. وأخيرا بشكر حضرتك دكتور ناصر عثمان أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية حقوق
جامعة أسيوط. مشاهدينا شكرا جزيلا، نورتونا ضيوفي، ان شاء الله نلتقي المره الجايه نكون بنتكلم بقى على خطوات اكثر جديه في الموضوع وتنفيذيه اكثر. مشاهدينا انتهت فقرتنا الرئيسيه، تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنسيبكم مع لقاء عملته زميلتنا هديره ابو زيد اللي دايما معودانا بلقاءاتها المنفرده. النهارده اللقاء مع الفنان مسلم على هامش مهرجان العالمين الجديد. انتهت حلقتنا بعد هذا اللقاء، ونشوفكم في حلقه جديده من التاسعه باذن الله. تصبحوا على الف خير. لسه مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين ومفاجآت مهرجان العالمين في نسخته الأولى، وليلة كلها طرب وغنى وفن كبير جدا. والحقيقة أنه معانا دلوقتي فنان كبير ومطرب مهرجانات قدر أنه يحجز مكان كبير في قلوب الناس وخصوصا المراهقين، النجم مسلم. منورنا في مهرجان العالمين. ربنا يخليك يا رب. مبروك مشاركتك في المهرجان والحفلة الناجحة جدا. جميل. احكي لي عن أجواء المهرجان، واحكي لي عن انطباعاتك أول ما وصلت مدينة العالمين. والله انا كنت فرحان جدا ان انا شاركت في حاجه زي دي، كان نفسي فيها من زمان، ويعني عملت جهد كبير قوي في شغل ان انا اوصل، كان التارجت بالنسبه لي والحمد لله وصلت له. وفرحت جدا بشكل الجمهور، وما كنتش متوقع رد فعل الناس، بس الحمد لله اللي يعني اللي كان في دماغي طلع الحمد لله هو اللي كان نفسي فيه. فكنت مبسوط جدا باللي انا عملته، ويا رب يا رب يعني اكمل على ده واحسن ان شاء الله. يعني النهارده وقوفك على مسرح العالمين وسط الاجواء الحماسيه الكبيره والاجواء المليانه بهجه وليله طربيه كبيره، عدويه والليسي ومجموعه كده الناس بتستناها، وعندكم لون مختلف من الغنى، ناس منتظره ده من ليالي مهرجان العالمين. انت كنت محضر ايه في الحفله، ولما طلعت وشفت الجمهور وانت حتى بتعمل البروفات، ايه اللي كان في دماغك وانت بتشارك في حفله كبيره زي دي؟ انا كل اللي كان في دماغي ان انا ما اقعش قدام الناس او قدام جمهوري او اقول كل حاجه يعني صح زي ما انا كنت. انا قبلها انا على فكره انا ما لحقتش اعمل بروف، انا دوبك عملت بروف في اغنيه واحده، لان هم كانوا خلاص ابتدوا ان الناس تبقى زحمه على البوابات، فقالوا مش هينفع انا اكتر من كده. لما شفت الزحمه دي حسيت بايه؟ انا كنت خايف طبعا لان اول مره، فاهم، اكيد الرهبه والحاجات دي بحسها. فانا كنت بس كل ما انا واقف على المسرح بركز دايما على ان انا ابقى في انفعال الناس معايا ثابت. يعني انا الحمد لله بكل ما اخلص اغنيه كنت بلاقي تفاعلات اكتر. اغنية شفت فيها تفاعل الناس ايه؟ او اغاني، لانه في اغاني كتير. في طب اقول لك مكسرة الدنيا. هي طب اقول لك مخاصمك طبعا. هي طب اقول لك كواليس الاغنية دي وكواليس اختيارك ليها، لانها اعتقد انها يعني هتبقى فرقة في طبعا الحمد لله يعني مسارك بعد كده. طبعا الاغنية دي حطتني على حتة كويسة جدا، كان نفسي ان انا اكون فيها، والحمد لله يعني ابتديت اوري الناس ان انا اللون ده، انا مسلم اللي بقدم ده، مش بقدم فن يعني حاجه هابطه او بعمل حاجه هابطه، لا انا عايز اقدم حاجه. اللي يخلي المهرجانات ما تبقاش فن هابط، او زي ما الناس بتقول انها لا فن مش شبه الطرب اللي احنا عايزينه. في ناس بتقدم المهرجان بشكل وحش، انا كنت بقدمه زمان، دلوقتي انا ابتديت اطلع منه مش من خاطر حاجه، لا كلهم طبعا على راسي ودماغي، بس انا اصلا من صغري مطرب، يعني رحت الاوبرا وتعلمت وخدت الاول على استاذ شمود، انا كان مدهاني يعني الحمد لله. استاذ شمود كان مديني الاول على الجمهوريه، ده صانع النجوم. الحمد لله انا عندي 10 سنين فكنت بغني، فانا والدي حتى كان فنان، فانا طالع من بيت كله فن، فيعني عارف المجال ده من صغري، فعشان كده انا كان. لكن الراب والمهرجانات ده لون قريب من الشباب ومن المراهقين وبيوصل له بسرعه. بالذات الراب دلوقتي مسيطر، عشان كده اخترته. ناس كتير قوي. لا انا مش بغني، انا بغني بالالوان، انا عامل كده ميكس معين، لو سمعتها هتقول ان الميكس بتاع مسلم. بس فانا على فكره انا اللي بوزع نفسي، انا اللي بكتب، يعني انا اللي بعمل كل حاجه لوحدي. اعتقد دي مش معلومه مش كل الناس تعرفها. كتير قوي، حتى يعني كركوبه كانت بقول لك دي اللي هي انا اللي عاملها كلها من كلماتك. من توزد انا اللي عامل كل حاجه. وكواليس كانت يعني كواليس الاغنيه دي كانت بسيطه جدا، وبرده ما كنتش متوقع رد فعلها مع الناس، ويعني الحمد لله متصدره الترند وقت كبير جدا، ولحد دلوقتي اول ما بتشتغل الناس كلها يعني بتهيص هيصه مش طبيعيه. غير بقى بعدها يعني في سنه اهو الحمد لله كنت مقدم ثلاث تراكات ناجحين، كان انا كانت كركوبه واغنيه مخصماك ولفينا الدنيا. مخصماك كسرت الدنيا مع نوال، وبرده تصدرت الترند، ويمكن انت خليت الناس تعرف الاغنيه، يمكن هي مغنياها قبل كده ما خدتش نفس النجاح. الحمد لله. لا وهي انسانه شاطره وتستاهل ان هي تكون هي طبعا جميله والاغنيه حلوه، لكن جميل. احيانا الديو بيصنع نجاح للاغاني طبعًا.
ما طبعًا. بتصنعوش النجاح ما بتصنعوش نجاح الاغنيه نفسها أكيد. بمفردها لما المغني صاحب الاغنيه يغني. صح، لان بيبقى جمهور، انا بيفرق طبعا لما بشوف مسلم بيغنيها فبيحب صوتي فيها فكده يعني. الحمد لله كلنا بنساعد بعض وكلنا يعني اسباب لبعض مش اكتر. الديوز حاجه ناجحه جدا وانت شاطر فيها ما شاء الله. لسه بتتكلم على لفينا الدنيا مع رضا البحراوي طبعا اللي كل الناس بتحبه، كان فيلم البعبع بتعمل كرارة. احكي لي عن ده، لانه وجودك في افلام ناجحه لنجوم كبار زي امير كرارة وموجود في السينما ومؤخرا كمان الناس بقت بتهتم بتترات المسلسلات طبعًا. وتترات الافلام والاغاني اللي بتتغنى في الافلام طبعًا. بتصنع نجاح كمان للفيلم وللعمل نفسه طبعا. اغنيه لفينا الدنيا انا كان المنتج بتاعها كان استاذ حمدي بدر، يعني هو دايما اللي ماسك حته الافلام دي، هو ده اللي مربيني في الصناعه دي. فلقيته بيكلمني الصبح قال لي انا في اغنيه فيلم وامير طلبك بنفسه، فقلت له انا يعني اغنيه ايه؟ اغنيه فيلم البابا. فطبعا مش مصدق نفسي، انا بحب الحاجات دي قوي، حتى لو هغني فيها بدون مقابل انا بحب الاعمال بتاعت الافلام وبحب دايما اضيف حاجات في تاريخي من دي. فروحت على الاستوديو وابتديت ان اهتم بالاغنيه اكتر، وكان رضا ادى بيها بشكل كويس، ويعني انا وهو سبحان الله كان صوتنا مع بعض لايق جدا، ومع ان ده يعني كان غير توقعي ان انا ورضا. هو كمان انت عارف لما صورنا معاك اتكلم عن اغنيه البعبع ولفينا الدنيا واتكلم عنك بطريقه كلها ايجابيه وهو جميل وانتوا عاملين حاله في الاغنيه مختلفه. لا رضا جميل وفنان يحترم، وبعدين يعني ليه يعني هيبه على المسرح كبيره قوي والناس كلها بتحبه وليه جمهور كبير قوي. فانا عملت اللي عليا والحمد لله الاغنيه نجحت، ونجحت بينا احنا الاثنين وكسرت الدنيا، والحمد لله مصدره الترند لحد دلوقتي. فده انا نفسي فيه ان انا افضل دايما في الخط ده وبعمل حاجات كويسه، مش عايز اعمل حاجه بتخلي الناس تقول ان لا مسلم بيعمل حاجه مش هتفيد حد، بيعمل حاجه مش حلوه. يعني لو كان في اغاني مثلا اتعمل فيها كلام وكان فيها وعملت شويه مشاكل وبتاع أكيد طبعًا تراجعت عنها شويه. اكيد طبعا اكيد طبعا، ولو عملت حاجه دي كده كانت من غصب عني او كنت لسه ما وضحتش الصوره ان انا اظهر في حته كويسه، ولما ظهرت فيها فاكيد طبعا كل ده كنت ندمان عليه لو عامل حاجه مش كويسه. الحمد لله يعني، ودلوقتي بفكر في حاجات احسن بكتير ما شاء الله. انت السنه الاخيره دي انا شايفه انه محظوظ في اختيارك للاغاني، موفق في اختيارك للاغاني، اكيد مش بس حظ، اكيد اجتهاد كبير في انك تختار الاغاني وتكون الاغنيه اللي صنعت اعتقد نجوميه مسلم من طبعا. كلماتك واشتغلت عليها بنفسك بشكل كبير. كنت بتكلم عن نشاتك الفنيه وانه والدك فنان ووالدتك فنانه، احكي لي اكتر مسلم كان بيعمل ايه قبل ما يغني والنشاه كان شكلها عامل ازاي؟ انا والله يعني اتبهدلت جدا في مسيرتي دي يعني الحمد لله، وكل ده علمني ان انا ابقى راجل واجه الحياه دي واقدر اصنع حاجات كتير قوي، ومش بقف عند حته معينه او ليميت معين، لا انا طموحي كبير قوي وعارف ان في ناس بتحبني وناس مستنيه مني ان اللي هعمله ده هينجح. فانا اتبهدلت جدا يعني، انا بداتها من اول معلش انا كنت بقطع عيش، ومش مكسوف من ده، انا مفتخر مفتخر ان انا بدات ده ونجحت وطلعت منه واتبهدلت ونزلت. وانت بتشتغل الشغله يعني الوظائف دي كنت حاطط في دماغك انه انا عايز اغني، انا بس بشتغل الشغل ده دلوقتي لحد ما اوصل؟ بص هكدب عليكي، هكدب عليكم، ما كانش في دماغي لان انا جيت فتره غنيت وقفت. كنت طبعا انا البيت كله وانا الظهر بتاع البيت، فانا اللي كنت متولي كل ده، فما انت اللي بتعيل اسرتك. فانا ما كانش في دماغي كل ده، ما عندكش رفاهيه انك تسيب ده خالص وتروح تغني. بس مره كده من لا شيء لقيت نفسي بقول لو نزلت القاهره اديت فرصه لنفسك ان انت تلف وتخش مكاتب وتعمل. نزلت القاهره انت اصلا منين؟ انا اصلا كنت عايش في اسكندريه. ايه علاقه اسكندريه بالمهرجانات؟ لان انا بشوف مطربين راب ومهرجانات كتير قوي خارجين من اسكندريه. لا بتوع الراب ايه علاقه البحر يعني ولا الموضوع ايه؟ لا بتوع الراب اصلا اكترهم من اسكندريه يعني. ويجز من اسكندريه، عفروتو من اسكندريه، ناس كتير ناجحه من الراب، حتى اكترهم بتوع المهرجانات برضو من اسكندريه. فعشان كده دايما البلد دي طالعه منها مواهب حلوه قوي يعني. انا 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 اصلا صعيدي، بس والدتي عاشت في اسكندريه وربتنا في اسكندريه. ده ميكس عظيم جدا. ربتنا في اسكندريه، فانا بنزلت القاهره قلت يعني اخد بقى مسيره كده اشوف. دخلت وتبهدلت واتكسفت في حاجات كتير قوي، وناس قالت لي انت مش هتنجح ارجع بلدك، حد قال لك مش هتنجح صوتك وحش مثلا، قال لك ليه مش هتنجح كتير يعني. من ضمن واحد من ضمن الاسماء كان حد معروف جدا بس بدون ذكر اسماء، قال لي انت مش هتنجح يا ابني، روح غني بلدكوا احلى يعني. انت جاي القاهره ليه؟ في بلدك قصده تغني بالصعيدي يعني؟ لا اللي هو يعني روح اسكندريه، ارجع مطرح ما جيت يعني. هو معناها كده مفيش حد هيساعدك. فالحاجات دي بالعكس على قد ما هي كانت بتاثر عليا، وكانت بتخليني مثلا لو نزلت دمعه واحده من عيني على اللي انا كنت فيه، بس علمتني حاجات كتير قوي انا كنت بنيلها قدام، والحمد لله ده اللي انا فيه ده مش يعني من فراغ. دلوقتي وانت بتتكلم يعني عن التعب اللي انت شفته علشان تنجح وتوصل،
يخلي الناس كلها ما تبقاش انت عارف ان احنا دايما بنشوف الصوره اللي من بره، بنشوف البني ادم الناجح المنور، انه ما بيبقاش في حاجه قبل كده انت قاعد وبتفتخر بكل وظيفه اشتغلتها ما كانتش مناسبه ليك لكن كنت بتجري على اكل عيشك زي ما بنقول. طبعا شوف الشباب دلوقتي اللي عنده حلم وشايفه بعيد او نفسه مثلا يعني يشتغل اي شغلانه هي دلوقتي بعيده عن مجاله. لا مش مفيش حاجه إيه؟ مفيش حاجه بعيده يعني مفيش حاجه بعيده خالص والله بجد. يعني انا اللي نفسك فيه هتعمله بس لو اجتهدت ورعيت ربنا في في في, في بيتك في حياتك في دنيتك في كل حاجه بجد. الانسان ربنا بيبقى دايما كده. ببقى انا قاعد بفتكر حاجه وبقول انا يا انا هبقى كده، بس انا عارف ان انا هبقى كده لو انا سعيت للحاجه دي باقصى جهدي وباقصى ما عندي. اللي خلى ناس كتير قوي توصل للي هي عايزاه مش هيخليني انا معلش يعني شاب مش هوصل ليها وانا لسه يعني سني صغير، واكيد في ناس كتير سنها صغير نفسها توصل لحاجات احسن. فكل واحد بتعبه ومجهوده. اه ممكن ما يكونش حتتك، ممكن ربنا مش عايزك فيها، بس ربنا عارف يحطك فين، ربنا عارف انت هتبقى فين، لان هو شايفك كده. هو كل واحد ليه سبب، ربنا جعل كل حاجه دي بسبب أكيد. فاحنا ماشيين باللي بيقوله ربنا. بس امتى مسلم حس انه الدنيا ابتدت تضحك له وانه حلمه هيتحقق في الغنى؟ من اول بقى ما ابتديت بقى ان انا ابدا اغني تترات مسلسلات، اغني افلام، ابتديت اخش في اعمال مهمه. اللي عملت مسلسل بتاع محمد رمضان كنت انا غنيت تتر موسى. فمن اول هنا ده كان اول تتر ليك. ده كان اول بدايه ليا. من ساعتها وانا بقى كنت متفاجئ جدا ان انا ان شاء الله بقى يعني خلاص. مين رشحك لموسى؟ اللي رشحني كان انسان صديقي اسمه مصطفى شكري ملحن. هو اللي رشحني للدور ده الصراحه، وغنيته كان عجبت محمد رمضان المخرج وعجبت ناس كتير قوي. وكنت انا بغنيها بلهجه صعيدي. تغني كمان في مسلسل للنجم محمد رمضان، مسلسلاته بتكسر الدنيا طبعا. والناس بتتعلق بيها بشكل كبير طبعا. دي فرصه للنجاح عظيمه. فاهم طبعا. طبعا كان فرحان جدا، هو انسان محترم ومتقبل، وكانت انا اصلا بغنيها بشكل صعيدي قوي عشان هو كان مسلسل صعيدي، فهي عجبته قوي. من ساعتها بقى من سوهاج. ها انا من سوهاج من طهطة. وحسيت بقى ان انت استدعيت كل يعني اللهجه الصعيدي اللي عندك، حطيتها بقى في الاغنيه دي. وبعد كده بقى بعدها خدني حماده هلال في المداح، برضو شاركت معاه برباعيات فيه، نجحت الحمد لله. فعشان كده من ساعتها وانا بقى مهتم قوي بالمجال ده، وابتديت ان انا يعني لو كنت بعمل حاجات مثلا فيها حاجه ما تعجبش حد قوي ببتدي اعدل كل ده. اخد بالي اخد بالي واعدل كل ده. في ناس ما تاخدش بالها على فكره، في ناس مسؤوليه بالها. يعني طبعا مسؤوليه، ولو مش مسؤوليه يعني انا في الاول لو بجرب وهشوف انا هنجح ولا لا ما بقاش مركز قوي، لكن لو لقيت نفسي ما شاء الله ربنا كرمني طبعًا. احس بقى ان انا في مراقبين بيسمعوني طبعًا. لازم ابقى عارف انا بحط اغاني في الاطفال الكلام أطفال في الاغاني حاجة. يعني انا ما بحسش نجاحي غير لما بسمع طفل بيغني اغنيتي. صحيح، في اطفال عندهم 4 سنين و5 سنين وحافظين الاغاني طبعا. فانا ما ينفعش اسمع طفل اغنيه، وغير كده يعني في اسر بتسمعنا، في ام في اخت في حاجات كتير قوي بتسمعنا. فلما بتسمع حاجه زي كده لازم نخلي بالنا من كلمه بنقولها عشان دي اكيد طبعا بتبقى حاجات محرجه جدا. فانا شخصيا انا بتحرج من ده، انا بخلي بالي من كل حاجه الحمد لله. فاهو من دلوقتي كده من ساعه ما عملت بقى كركوبه ولفينا الدنيا واغاني قبلها، حتى لما عملت اغنيه جوب كانت اغنيه دي توعيه فاهم، في ناس خدتها اتفهمت غلط. في ناس خدتها بشكل غلط بس انا والله كنت عاملها توعيه. انا مش قصدي ان انا اعملها ان انا ده ان انا بساعد في البتاع. انا حتى في نص الاغنيه بقول انا اللي بهد في الصحه وبدمرك مليون مره. فمن اول هنا انا ابتديت ان انا ابدا اقدم نصايح، ابدا اعمل حاجه حتى لو كان في موقف مع النقابه وكان في جدل بس ما كانش بسبب ده. النقابه كانت بسبب حاجات ثانيه بس كان الاغنيه دي كانت عقدتني شوف حاجات كتيره. كانت في ناس اتكلمت فهمت ان الموضوع غلط، وفي ناس وقفت جنبي. يعني في ناس طلعت في التلفزيون قالت الاغنيه دي بقدمها شاب كويس وشكروا فيا. فالحمد لله ان انا كنت برضو مرضي من ناحيتين. بس انا بحاول على قد ما اقدر ابين الناس اعرفهم ان الاغنيه دي توعيه مش للادمان خالص، لان انا عمري ما هضر حد. انا اصلا ما بشربش سجاره. انا ما بولعش سجاره ولا لا في اي حاجه. فعشان كده انا كان نفسي بس ان انا اساعد الشباب اللي دايما يعني بيبقى يدخل في السكه دي. والفن لغه قريبه للناس وتوصل طبعا. اذا كان تمثيل اذا كان غنى، فكل واحد بيقدم رسالته من الوظيفه اللي هو بيقدمها. وانت نفسك تمثل على ذكر التمثيل ولا لا؟ نفسي جدا طبعا. بس ان شاء الله مستني الفرصه اللي تيجي بقى. شايف نفسك فين في موضوع التمثيل ده؟ يعني انت ممكن تمثل تعمل ايه؟ والله انا كوميدي جدا، يعني انا مضحك جدا مع اهلي. اساليه فاهم انت بقى بعين التصوير ده بات عليه كده فاهم، هتوصل ضحك بس. ان شاء الله نتمنى لك النجاح. غنيت مع عبد الباسط يصفر. غنيت يصفر. انت مركز في الديوز؟ لان انا شايفه ان انت بتعمل ديوز ما شاء الله ناجحه جدا. كنت من فتره من سنه
عملت فيديوز كتير حتى لغايه دلوقتي، بس ابتديت ان انا بقى من اول اغنيه بقول لك ابتديت ان انا ابدا اعمل حاجات سولو وارجع اعمل ديوز سولو كده، بس مش مركز دلوقتي قوي في الديوز اكتر مسجل يعني دلوقتي بركز ان انا اعمل البوم انك تنزل لوحدي البوم. يعني انت شايف ان السوق دلوقتي الغنائي يعني موضوع الالبومز ده يمشي فيه ولا الناس بينزلوا كل شويه اغنيه؟ ما هو الالبوم ده على حسب سنجل وبعدها تنزل كم اغنيه. ما هو بصي الالبوم ده على حسب، ما هو في ناس بتنزل البوم مره واحده. لا انا البوم بالنسبه لي انا اصوره وانزله على فترات. انت لسه مصور قلبي صح؟ قلبي ولسه مصوره، كنت مصوره مع اغنيه بقول لك يعني هما الاثنين مصورهم. الاغنيه دي يعني انا برضو ما كنتش متوقع نجاحها يعني دي حاجه بره اختلاف خالص الغنى بتاعي براحتي بتاعتي، بس انا قلت اجرب فعشان كده بقول لحد كل الالوان عدنا والحمد لله نجحت عشان قدمت برضو حاجه كويسه، فعشان كده مفيش حاجه صعبه على حد نفسه يعملها، بس ده اللي انا. طب قول لي محضر ايه كمان بقى للالبوم ده؟ هيكون الالبوم الاول ليك؟ الالبوم بحضره ان شاء الله مع الشركه بتاعتي شركه روتانا ان شاء الله، يعني شركه كبيره فبنعمل حاجات كويسه جدا ونازلين بيها الفتره دي، فانتظرونا بقى ان شاء الله خير يعني. ايوه عايزين نعرف حاجه اكسكلوسيف عن الالبوم، ايه اللي بيحصل؟ والله هو لسه انا ما هو الحوار لسه ما خلصش اغنيه، بس انا لسه بخلص اول اغنيه اهي فيها ان شاء الله. متعاون فيها مع مين؟ لسه يعني في اغنيه بيوزعها لي استاذ اسامه عبد المنعم، ومن كلمات والحان يعني شباب لسه جداد. ابتديت بقى ان انا ابتدي اخد من الناس فكر تاني. ما هو انت شباب اصلا يا مصطفى. ما انا ابتديت اخد من فكر تاني بقى، قلت بلاش كل حاجه فكر تاني. كم سنه بالظبط الفكر التاني؟ انا قلت بقى اجرب كده فاهم، وبرده في اغاني منها كتبتي والحاني وكده وان شاء الله. يعني انت كمان هتلحن وتكتب في الالبوم؟ اكتر اغاني هبقى بعملها يعني، وان شاء الله في حاجه جايه قريبه جدا مع نجم مفضل كل الناس بتحبه، هو اللي مكسر الدنيا يعني. ده تتر يعني؟ لا ده دي اغنيه دي بقى ان شاء الله دويتو. ديو يعني؟ هتعجبكم. هتنزل امتى؟ ان شاء الله قريب قوي، الشتاء او الصيف ده، بس ان شاء الله نلحق. ان شاء الله احنا نتمنى لك كل التوفيق، واتبسطنا بوجودك في مهرجان العالمين. وانا مش عايز اختم، عايزك انت اللي تختم. تختم انت بقى، تختار لنا حاجه تختم بيها بصوتك. عايز انا اغني لك ايه؟ طيب زي ما انت عايز. انت عايز اغني؟ طب اغنيه بقول لك. يلا بينا. كانت غالية بس معايا هادي، كانت صعبة بس معايا سهلة، كانت جامدة بس معايا سايب، كانت عقلة بس معايا قلبي. ميرسي نورتنا واسعدتنا النهارده، والف مبروك الحفله في مهرجان العالمين. انا والله اتشرفت ان انا معاك، وموفق وان شاء الله. مستنيين الديو ومستنيين الالبوم. طبعا. كل التوفيق يا مسلم. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. شرف لي.